معدل مقاطعتك، بعطيك انا الملاحظات اللي ابرز الملاحظات. احنا رحنا لعملائك، الحق العملاء المستفيدين والعملاء المحتملين، وسالناهم ودخلنا في نقاشات معهم، وايضا جتنا اسئله ممكن نستعرض في اخر الحلقه بعضا منها. او اكثر سؤال متكرر كان عن رسوم الخدمات. هم يعتبرون الرسوم غاليه، وانهم يقولون انه انا طالع من بيت ايجار خلاص ابغى ارتاح من هذا القسط الشهري، او فاجئ انه انا ياخذ مني اقساط اخرى بي تحت بند رسوم الخدمات واللي تعتبر غاليه على الناس. نعم، نحن ندرك هذا الموضوع بشكل عميق. إذا نظرت إليه عالميا، في مدن مثلا في دول أخرى في العالم، الناس يدفعون رسوم خدمات على المرافق العامة، يدفعون الضرائب، يدفعون على لشركات الإدارة، وهذا يتعلق مثلا تفريغ مثلا حاويات النفايات، الحفاظ على الشوارع، الخضرة في الشوارع. روح المشروع هي أن يكون لدينا مناطق و مجتمعات يعني ممتازة جدا. إذا هناك تكلفة في هذا الموضوع، فمطلوب من عملائنا أن نفكر ما بين 30 أو 40 ريال على المتر المربع، وهي التكلفة المناسبة جدا لتغطي تكاليف الخدمات. ولكننا أيضا نستفيد دائما وتعلم. أنا تدعمني وزارة الإسكان، يدعمني صندوق الاستثمارات، كلنا جميعا نحاول أن نصل. يعني ما في مجال أنه أنتم تزيلوها يعني أو تقللوها على الأقل، لأنه هي كم 34 ريال للمتر؟ لا، هذه حسبة، لكن نريد أن نقدم الخدمات بشكل صحيح، ونعتقد أنه واقعي. ما سوف يحدث على المدى البعيد هو أن كمطور فإن روشن سوف تبتعد وتترك للمجتمعات هذه أن تدير أنفسها بذاتها. أيضا المجتمعات هي التي سوف تقرر أين ستنفق هذه الأموال. الناس يريدون مثلا أمنا أكثر، أو مثلا مرافق عامة أكثر، أو يريدون مثلا أسواقا، أو كل هذه الأشياء سوف المهم أن لا تكون قابل للزيادة. هذه قد يتم مثلا التصويت عليها من قبل السكان لكي مثلا يقرروها بشكل ما إذا كانت بالزيادة أو بالنقصان. أعتقد أن يمكننا القول أنه موضوع، وهي مجال يمكن أن يعتاد عليه الناس على هذه الفكرة أيضا. لكن وزارة الإسكان تدعم هذه المفهوم لأنه مفهوم وينبغي يعني العمل فيه، ليس فقط في روشن. ربما نكون نحن أول من يعمل في هذا المجال، لكي بالتالي فنحن الذين نتلقى هذه التعليقات. سوف يحصل هذا في كل أنحاء المملكة. أنت تقول أنه هذه الرسوم سوف تتحول إلى خارج روشن؟ لن تبقى روشن بمفردها طبعا. أتوقع أن هذا ما سيحصل، ولا لا أستطيع أن يعني أقطع في هذا الموضوع، لكننا أول من دخل في هذا المجال، ونحن أول من طرح هذا الموضوع.